كل خطوة في حياتنا بنحسبها بحسبة الاقتصاد، والقرارات بتحتاج خطة واضحة ترسم طريق لاقتصاد قوي مرن تنافسي صامد في مواجهة الأزمات. في 8 سنين قدرنا نخوض التحدي لبناء الاقتصاد المصري، ولسه قادرين نتحد نتكامل نتفق لوضع رؤية للاقتصاد المصري وآليات تعزيزه وفق أفضل الممارسات الدولية. المؤتمر الاقتصادي في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر، فندق المأسة، العاصمة الإدارية الجديدة، خارطة الطريق لاقتصاد أكثر تنافسية.